اليوم أتممت عاماً كاملاً. عن شعوري أقول أنني لا أصدق أني في السجن. في كل لحظة أقول لعلي في حلم أو خيال. في الليل أمضي ساعات أتأمل الأسلاك التي تحيط بأرجاء القسم من كل جهة لأتأكد أنني فعلاً في السجن. احنا بنحبك يا ماما العزيزة. احنا تودع ساب امي حبست بس احنا لنا اخويا عشان هالتحدي اصب تحدي بس نقدر نهزمه. احنا اخويا كثير بل راح بغلى حدانا.